fulanun harabe fulanen ve enteha. Ev fulanun amile keza ve enteha. Leannel kasas alleti yenkuluha al-Kur'anul hakim tetekerrer fil umem ve fil afrad ve fil şuub ve fil mudun. Allah hadihil kıssa alleti tetekerrer hasenen kanet ev seyyen kanet. هذه القصص ينتفيها من أخبار الأنبياء السابقين والأمم السابقين وينقلها بالقرآن الحكيم. لماذا انتهى قوم لوط وهم سبعة مدن؟ الحقيقة لا نعرف عدد أفرادهم، يعني مليون كانوا، خمس ملايين كانوا، نصف مليون كانوا، أربع ملايين كانوا، لا نعرف. وإنما المؤرخون ذكروا أنها لهم سبعة مدن. لنفرض كل مدينة نفوسها 200 ألف يعني ما يقال مليون ونصف. لنفرض هؤلاء لماذا انتهوا هذا العمل؟ لأن هذا العمل انحراف حتى تتى النظر عن الشريعة أن النساء لا يتزوجن والرجال لا يتزوجون، هذا انحراف طبيعي في حياة الإنسان. لماذا وصلت حالتهم إلى هذا الانحراف الطبيعي؟ السبب هو السبب الذي الآن يتكرر في أمم الأرض. السبب الآن يتكرر في أمم الأرض. شنو السبب؟ السبب هو ما نشاهده الآن من القيود والشروط على الزواج في العالم كله، ولا نقصد في مكان خاص. القيود والشروط والأثقال في الزواج تلقائياً الولد لا يتمكن أن يتزوج، وإذا ما تمكن أن يتزوج وعنده رغبة الجنس فمجبور أن ينحرف. إنسان له رغبة الأكل، الأكل المتعارف، لكن ما حصل على الأكل، النهار ما حصل، الليل ما حصل، غدا ما حصل، أخير شيء ماذا يصنع؟ يروح يسرق، شيء طبيعي. إذا ما تمكن الإنسان من إمرار حياته على السبيل المستقيم، هذا الإنسان يصبح مجبور أن ينحرف. ابتلي بهذا قوم لوط، أثقال الزواج، أثقال المهور، أثقال التقاليد، أثقال العرف والعادة، سبب أن الأولاد ما تمكنوا من الزواج. لما لم يتمكن الأولاد من الزواج انحرفوا عن الطريق المستقيم إلى الطريق الملتوي. النساء بقوا، بطبيعة الحال المرأة أيضا إنسانة لها غرائز وشهوات وحالة جنسية، فأجبر النساء أيضا على سلوك الطريق المنحرف. ثم هذا السلوك المنحرف تدريجياً في الرجال صار عادة وفي النساء صار عادة. ولما صارت هذا الشيء عادة كما قلنا الليلة البارحة، الانحراف يجر إلى انحراف الثاني، والانحراف الثاني يجر إلى الانحراف الثالث، والانحراف الثالث يجر إلى الانحراف الرابع. وعلماء الرياضيات يقولون مثال واضح، الخط المستقيم من الكويت إلى جدة، هذا الخط المستقيم. إذا انحرفت في أول الخط بمقدار شبر وانحرفت هكذا، أخير الخط تعلم كم انحرافه؟ أخير الخط أحياناً يصبح الانحراف 1000 كيلومتر. هذا الانحراف الأول قليل، لكن هذا الانحراف تدريجيا يتوسع، لأنه كلما مشى الإنسان أكثر توسع الانحراف. بين الخطين في الأول كان شبرا، ثم بينهما 20 شبر، ثم بينهما 1000 شبر، ثم بينهما كيلو، ثم بينهما 20 كيلو، ثم أحيانا يصل الانحراف إلى أنه لو كنت ماشيا في الخط المستقيم وصلت إلى جدة. أما وإن الإنسان انحرف مقدار الشبر، أخيرا يصل إلى مكان
بعيدا عن جدة 10,000 كيلومتر. أقول سعدي الشيرازي هذا الشاعر المشهور شعر جميل يقول في شعره بالفارسية: ترسم نرسي بكعب أي أعرابي كين راح كتومير بي بتركستان. يعني أنت تقصد الكعبة، لكن حيث انحرفت عن طريق الكعبة أخيرا تطلع بالاتحاد السوفيتي. تركستان مو تركيا، تركيا عندنا وتبريز مال إيران عندنا، وتركستان وتركمانستان مال الاتحاد السوفيتي، يعني أنا الآن من الاتحاد السوفيتي ولو أنها كانت من البلاد الإسلامية ذات يوم. يقول: هذا الطريق المنحرف والمعوج الذي انتخبته لنفسك هذا لا يوصلك إلى الكعبة، أخير شيء يوصلك إلى الاتحاد السوفيتي. هؤلاء القوم وهم قوم لوط، في الأول انحراف قليل ثم توسع الانحراف وتوسع 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 حتى وصلوا إلى هذه الحالة كما ينقلها الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يعملون الخبائث. الصدغة العامة صارت لهم هذا الشيء. الواقع حتى الزواج المؤقت والذي يسمى بالمتعة هذا متطلب بشري إنساني. بطبيعة الحال كثير من الطلاب يذهبون إلى سائر البلاد، وهذا شيء من القديم كان معروفا. فهذا الإنسان الذي يذهب إلى بلد آخر لا يتمكن أن يتزوج زواجا دائما، لأنه يريد البقاء في ذلك البلد 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات ثم يرجع إلى بلاده، فيضطر إلى نكاح المتعة. ولهذا نكاح المتعة حتى قبل الإسلام كان، والآن الذي نتكلم مع العلم أن المشهور عند الإخوان السنة حرمة هذا الشيء، لكن مع ذلك مصر على أنها ثقل العالم العربي السني أباح هذا الشيء. دعنا عن الغرب الذي هذا الشيء فيه مباح وقانون يساعد عليه، الآن في مصر وهي بلد سني علمي، لأن جامع الأزهر في مصر وأصلا المركز الثقل للعالم السني في مصر، مع ذلك هم لما رأوا هذا الشيء من متطلبات الحياة، لأن المتطلب للحياة لا يمكن السحق عليه إطلاقا، وإنما الإسلام جاء ونظف الغرائز ومتطلبات الحياة، نظفها أطرها بإطار إنساني عقلاني صحيح. الآن إذا ذهبت إلى مصر وأصدقاؤنا الذين ذهبوا بالإضافة إلى ما قرأته أنا في الصحف وفي غير الصحف، المتعة يبيحونها، لكن مو باسم المتعة، باسم الزواج المؤقت. وشي طبيعي هذا؟ سيارة أكو بالأجرة وسيارة أكو بالملك، والدار أكو بالأجرة ودار بالملك، وفندق بالأجرة وفندق بالملك، ودكان تملكه ودكان تستأجره، مو لأنها حاجات ضرورية. نفس الشيء بالنسبة إلى الرجل والمرأة وحاجتهما إلى الجنس، أحيانا بالملك، وهذا ما يسمى بالزواج الدائم ويحصله الطلاق، وأحيانا بالمتعة والنكاح المؤقت والإيجار. ولهذا الله سماه في القرآن بالإيجار، لأن هذه آية في نكاح المتعة في القرآن الحكيم، الآية تقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. شوف كم كلمة ضمير لزعجة، هذه الآية يقولون من أجمل آيات القرآن ومن أفصحها، لأن الآية مربوطة بالنساء وبالمتعة. أولا جاء بلفظ المتعة، لأن تمتع يعني الإنسان يتمتع تمتعا شرعيا، وثم سماه أجرا، قلنا مو ملك. الزواج الرجل يملك المرأة والمرأة تملك الرجل في الزواج الدائم، أما هذا زواج بالإيجار، يعني الرجل يستأجر المرأة والمرأة تستأجر الرجل في إطار نظيف من القانون الإسلامي، سماه أجرة وإيجار وتمتع واستمتاع، سماه
ثم حيث الآية مربوطة بقضية النساء جاء بضمير المؤنث مكررا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. شوف كم كلمة هن هذا شيء عقلاني وشيء من متقلبات الحياة. الشاب والشابة يحتاجان إلى مسكن صحيح، يحتاجان إلى ملبس صحيح، يحتاجان إلى مأكل صحيح، يحتاجان إلى دراسة صحيح، يحتاجان إلى مواصلات صحيح، يحتاجان إلى صحة صحيح، يحتاجان أيضا إلى قضايا الجنس، لأن هذا أيضا من متقلبات الجنس. والإسلام لما رأى هذا الشيء خاطب الزوج والزوجة أو الولد والبنت وقال لماذا تعملون الزنا أو اللواط أو الشيء الحرام؟ فإذا تمكنتم فانكحوا نكاحا دائما، وإذا ما تمكنتم فانكحوا متعة. هذا إيجار وهذا ملك. أيها الإنسان الذي تحتاج إلى السكنى، إن كنت قادرا فاشتر الدار، وإن لم تكن قادرا فاستأجر الدار. أيها الإنسان المحتاج إلى المواصلات، إن كنت قادرا فاشتر السيارة، وإن لم تكن قادرا فاستأجر السيارة. أيها الإنسان الذي ترد في بلد غريب وتدرس في لندن ونيويورك وباريس وبون، إن قدرت على الزواج الدائم فتزوج امرأة من بلدك واذهب بها معك إلى ذلك البلد هي تدرس وأنت تدرس، وإذا لم تتمكن واحتجت في ذلك البلد إلى قضايا الجنس لا تسلك السلوك الحرام بالفاحشة والزنا واللواط والاستمناء. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذا إذا قلته لأي مفكر مثقف عالم فاهم بأحوال الاجتماع ترى أنه شيء منطقي صحيح. نعم يجب أن نقول شيء، أنه من شروط بطبيعة الحال للمتعة شروط، والآن كلامنا مو بالمتعة ولا بالنكاح المؤقت، وإنما كلامنا في هذا الشيء الإنساني من جانبه الإنسانية والاجتماعي من جانبه الاجتماعية. كلامنا الآن في هذا الموضوع مو في سرد الأدلة والحجج والرواح والمجيء، وإنما نشير إلى فرد حقيقة صغيرة، وهو أنه يجب أن نعرف أن الولد يحق له التمتع، والبنت إذا لم تكن باكرا، يعني بنت ثيب تزوجت قبلا ثم طلقت وهي ثيب، يحق لها التمتع. وإذا كانت بكرا لا يحق لها التمتع إلا برضا أبيها، وإذا لم يكن لها أب إلا برضا جدها الأبي، يعني الجد من ناحية الأب، فهي مو مسيبة أن تعمل ما تشاء، لا، وإنما هي مقيدة كما هو مقيد بإطار إسلامي فقهي مذكور في كل كتب الفقه. لما سدت هذه الطرق أمام قوم لوط انحرفوا. قبل مدة كنت أقرأ في مجلة قبل ما أدري 6 شهور 8 شهور أنه في إحدى المجلات الكويتية أن في أمريكا وحدها طلعت مظاهرة صاحبة نسوية، المظاهرة تطلب من الحكومة أن تفكر لها في أزواج، ثم تعلق الصحيفة على هذه المظاهرة. الصحيفة تقول لأنه في أمريكا 7 ملايين نساء أرامل، يعني المرأة التي مات زوجها أو قتل زوجها أو طلقها زوجها أو تركها زوجها أو جن زوجها وألحق بمستشفى الأعصاب،
هذه المرأة تبقى بلا زوج وبلا عائلة وبلا إدارة وعددهن 7 ملايين 7 ملايين بشر مخيبات. هذا مو جريمة في الحقيقة؟ أنت لا تتصور أنه بالنسبة إلى أمريكا إحنا نتكلم بالاسم نتكلم كالكون العام، وإنما الإحصاء كان بالنسبة إلى أمريكا. لأنه كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء والطعام والملبس والمسكن والمواصلات وكل شيء، أيضا يحتاج إلى قضايا الجنس. ثم الله يعبر في القرآن الحكيم بالتعبير جميل جدا، يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. حقيقة من أفرع التعبيرات النفسية، يعني أن المرأة لك أيها الرجل لباس، إذا أنت ما كنت متزوجا فإنك كالإنسان العاري تلفعه الشمس وتقذفه المطر والبرد وما أشبه. وأيتها المرأة إذا لم يكن لك زوج فأنت إنسانة عارية، يعني بلا لباس. شلون الإنسان العاري؟ الرجل بلا مرأة عاري، والمرأة بلا رجل عارية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. تعبير الرائع النفسي الجميل في الموضوع. ثم في الحقيقة إذا تركنا الزواج الموقت والتي تسمى بالمتعة وأتينا وجئنا إلى النكاح الدائم، في الحقيقة مشكلة المسلمين اليوم ومشكلة البشرية اليوم مو مشكلة ولا 10 ولا 100 ولا 200 ولا 300. تفتح الراديوات تشوف كلها مشاكل، تطالع الجرائد كلها مشاكل، لأن منهاج الله انحرف. من مشاكل الزواج في العصر الحاضر مشكلة القانون، وفي الحقيقة هذا من أقرب المشاكل. القانون يجب أن يساعد وأن يبني لا أن يهدم. القانون يقول في أغلب بلاد العالم أن المرأة لا يحق لها الزواج الشرعي القانوني إلا في سن 18 سنة. شنو 18 سنة؟ 18 سنة بعد أن المرأة وصلت حالتها الجنسية والنفسية والجسدية، في السن 13، 14، 12، 4 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، القانون يقول قف. لماذا أقف؟ بينما أن جهازي وطبعي وطبيعتي والشرعي وشريعتي يسمح لي بهذا الشيء. مو بس يسمح وإنما يتفنن. حدثت لنا قصة جدا عجيبة في العراق، هاي القصة ما قبل 20 سنة تقريبا. قبل عبد الكريم قاسم في العراق كان القانون الإسلامي سائدا بالنسبة إلى الزواج. القانون الإسلامي كل إنسان يرجع إلى الفقهاء، والفقهاء سواء السنة أو الشيعة لا يختلفون في هذا الشيء، لأن الرسول تزوج بعائشة وعمرها 10 سنوات، والرسول زوج فاطمة لعلي وعمرها 10 سنوات، والمسلمون تابعون لرسول الله في بنته وفي زوجته. فالمسلمون يقولون قانونا أن البنت إذا وصل عمرها إلى 10 سنوات وكانت رشيدة، فإن أنست منهم رشدا يحق للأب ويحق لها بموافقة الأب أن تتزوج. هذا هو القانون الذي كان سائدا منذ زمن رسول الله، لأن رسول بنفسه طبق هذا القانون وإلى 20 سنة قبل في العراق. عبد الكريم قاسم لما جاء إلى العراق بطبيعة الحال الغالب يزوجون البنت 10 سنوات، لأن البنت غالبا مو رشيدة، لكن 13 سنة 14 سنة 12 سنة 15 سنة يزوجوها، وآبائنا وأمهاتنا كانوا هكذا. عبد الكريم وضع قانونا غربيا اسمه القانون قانون الزواج، و
والبنت يجب أن تكون عمرها 18 سنة وإلا فالنكاح باطل. ولو الله يقول جائز، ولو الرسول يقول صحيح، ولو الخلفاء يقولون صحيح، ولو علي يقول صحيح، ولو أن طبيعة الإنسان تقول صحيح هذا القانون الإلهي، لكن السيد الرئيس في زمانه الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم على حسب اصطلاحي أنا أقول كان يقول هذا القانون باطل. هجم علينا بالقضايا علي القصة الصغيرة من جملتها. أنتم تعلمون حكام أكو في المحاكم، حاكم الجزاء وحاكم الصلح وحاكم الاستئناف وحاكم التمييز والقاضي الشرعي وحاكم المحاكم البدائية وحكومات ومحاكم المعروف. احنا كنا مربوطين بالحكام هناك في كربلاء، يأتون عندنا على الأغلب وأحيانا يستشيروننا في مسائل شرعية أو توجيه سؤال أو استفتاء وما أشبه. يقول سيدنا احنا شو نسوي القانون؟ يقول أني جاءني أب وبنت وزوج، الأب زوج البنت لهذا الزوج وعمر البنت 12 سنة 13 سنة، والآن هذه البنت لها ولد في بطنها ولها ولد على ثديها ولها ولد يمشي معها في ظرف 4 سنوات. المرأة الولودة من المستحب شرعا أن تكون المرأة ولودة ودودة ولودة. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم ما كان في بطنها واحد وعلى ثديها واحد ومعها واحد. إن شاء الله اليوم نتكلم حول قانون التناسل وأن الإسلام لماذا حدد كثرة النسل. الحاكم يقول لي، يقول إن هذه المرأة في بطنها واحد وعلى يدها واحد وعلى ثديها واحد، واحد عمره مثلا 3 سنوات وواحد عمره 1.5 سنة وواحد في بطنها، يعني أنه زوجها أبوها وعمرها 13 سنة. قاعدة متعارف في العراق بتكثر هائل على الشباب 12 13 14 زوجوا. يقول الآن عمره ايش قبل 17 سنة وثلاث أولاد عنده، الأب متعارك ويا الزوج واشتكى في المحكمة علي على هذا الرجل ويطلب إبطال النكاح الأب. لماذا؟ لأن النكاح كان قبل السن القانوني. الحاكم يقول لي بس والله عليك أنا أمشي بالقانون وأقول النكاح باطل وهالأولاد الثلاثة كلهم أولاد زنا وغير شرعيين وأدوس على ضميري أو أمشي على الإسلام. ثم هو يندم يقول دعنا على الإسلام وأمشي على الطبيعة، عائلة سعيدة من زوج وزوجة وثلاث أولاد، وأقول أن الزواج صحيح والأولاد شرعيين وأن القانون الذي وضعه الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم قانون باطل غير إنساني. وإذا قلت هو قانون باطل غير إنساني فمصيري السجن. ويقول ماذا أعمل؟ فتحقيق تصوروا هذا الشيء، القانون يقف مقابل الله ويقف مقابل الرسول والصادق والباقر وكل المسلمين إلى اليوم. يقول كله باطل وكلهم لم يفهموا، لأن النتيجة شنو؟ النتيجة هو الانحراف الذي حدث عند قوم لوط، لأنه هل يقتنع البنت بالقانون؟ هل يقتنع الولد بالقانون؟ مثل أنه تقول القانون يقول لا تشرب الماء سنة، هل يقتنع؟ القانون يقول لا تأكل الطعام شهرا ليلا نهارا، هل يقبل؟ إلى مخالف قطع البشر ومخالف دين البشر ومخالف غرائز الجنس بالبشر. ها
القانون لا يتمكن من التمشى، وإنما القانون الصحيح الذي يتمشى هو القانون الموافق لطبع البشر ولأخلاق البشر ولغرائز البشر. دعنا عن هذا الشيء القانون، نأتي مرحلة ثانية. كثير من الآباء لا يزوجون بناتهم أو أولادهم، أو أم الأولاد والبنات لا يتزوجون. لماذا؟ يقول للدراسة. هل الدراسة تمنع الزواج؟ لا، ويدل على ذلك شاهدان. الشاهد الأول نحن الطلبة، إننا نحن الطلبة، ولا تتصور أن عدد الطلبة قليلين، لعله في العراق وإيران والخليج ولبنان وسوريا وحدها من طلبة الشيعة أكثر من ربع مليون. هؤلاء حيث أنهم يحبون المشي على سنة الله ورسوله، على الأغلب يتزوجون زواجا مبكرا، وإذا تزوج وأيضا يواصل الدراسة حتى يصبح مجتهد ومرجع أعلى. وأنت إذا وضعت يدك على أي مجتهد أو مرجع لتقليدك تجده أنه تزوج زواجا مبكرا، عمر 18 سنة الشباب أو 15 أو 16 أو ما أشبه، ومع ذلك الزواج لم يمنعه من الدراسة الشاقة الطويلة. درس ودرس ودرس حتى أصبح مؤلفا أو أصبح عالما أو أصبح مرجعا أو أصبح خطيبا لامعا أو أصبح مرجعا أعلى. الدراسة لا تمنع. وإذا فتشت التاريخ الإسلامي تجد أنه مع أولئك العلماء الكبار في مختلف العلوم والفنون كالحساب والهندسة والرياضيات والطب والتاريخ والجغرافيا وطبقات الأرض والفقه والأصول والكلام والعقائد، أفضل ما تكلم أن الدراسة كانت تمنع عن زواجها، لا تجد حتى كلمة. ما هو هذا؟ هذه المشكلة الثانية. تجاوزنا المشكلة الثانية القانونية أولا والدراسية ثانيا، ونصل إلى المشكلة الثالثة وما أشكلها، مشكلة التقاليد. بنقصد تقليد العالم، ها تقاليد الاجتماع. إني من عائلة كذا فلا أزوج ابنتي بعائلة كذا. هذا في أغلب البلاد الإسلامية الآن هذا الشيء موجود، لأن في الحقيقة دائما في عصر انحطاط الأمة تتفشى عندهم تقاليد غير صحيحة. القاعدة الكلية تقرأوا أحوال الأمم، دائما الأمة في وقت الانطلاق وفي وقت الحركة لا تأخذ بتقاليد غير كاملة. الأمة لما تنحط والأمة لما تحوى تأخذ بتقاليد غير كاملة. التقليد تقول التقاليد والعادات، إني حيث من عائلة كذا أنا أرفع من عائلة كذا، كيف أتزوج بنتهم؟ أو أنه إن العائلة الكذائية تقول إني أرفع من عائلة محمد فكيف أزوج بنتي له؟ بينما الإسلام الشريف، الإسلام الواعي، الإسلام المفكر، الإسلام العاقل يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. المعيار الكفاءة. الآن نفرض على أنه رحنا إلى الحكومة وفرد إنسان عادي ابن عطار تخرج دكتوراه في البترول وراح إلى وزير النفط على الخليفة وقال إني تخرجت دكتوراه في البترول من أمريكا. على الخليفة يسأل من؟ هل كان أبوك عطارا أو بقالا؟ هل يسأل من؟ هل كان أبوك فقيرا أو غنيا؟ يسأل من؟ هل كان عائلتك عائلة رفيعة أو عائلة وضيعة؟ أبدا. على الخليفة الوزير ينظر شهادته، كفاءته، تخرجه، درجات ممتازة، تفضل. الكفاءات هذا العقل، والذي أخذت به كل الدنيا. الكفاءات المعيار. الرسول يقول الكفاءة المعيار،
اذا جاءهم من ترضون خلقه ودينه. الدين معناه الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياة، عدم شرب الخمر، عدم استهتار، عدم القمار، عدم الزنا. ثم أخلاقه البيتية، مو فحاش ولا لعام ولا ضراب ولا صخام ولا سيء الخلق ولا عبوس. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ورسول الله بنفسه طبق هذا الشيء. بنت عمة الرسول زينب القرشية الهاشمية السيدة الشريفة زوجها من عبد. العبد من كان زيد؟ في قصة إن شاء الله ننقل لكم القصة في المستقبل. زوجها من زيد بنت عمة الرسول، وقالت يا رسول الله أنا هاشمية، أنا قرشية، أنا من أقربائك وأقرباء علي وحمزة، كيف تزوجني بعبد؟ قال رسول الله ألم تعلمي يا زينب إن الله جعل المؤمنين أكفاء، المؤمن كفو المؤمن. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. أما هو من كربلاء أو من بنيد الجار أو من طهران أو من القاهرة، هذا مو معروف الكفائة. أما أن عائلته رفيعة المستوى الاجتماعي أو وضيعة المستوى الاجتماعي، هذا مو معروف كفائة. أحيانا إنسان يعطي بنته لإنسان كبير في المقام الاجتماعي بلا ملاحظة دين، بلا ملاحظة أخلاق، بيتهم يصبح جحيما. وأحيانا يعطي بنته لإنسان عادي متدين كاسب موظف صغير وبيتهم يصبح جنة. فالواحد من الأصدقاء البويتيين يجي علينا ما أدري الآن موجود أو مو موجود، هذا نقل لي قصة في عائلتهم وهم عائلة شريفة وهم ناس طيبون. يقول إن شابا طيبا من الكويتيين خطب بنتنا، بنت من بلاد العرب، الولد خريج ومثقف ومتدين وطيب، الفتاة أيضا خريجة ومثقفة ومتدينة وطيبة، وصارت بينهما علاقة بين الولد والبنت في الدراسة في المدرسة ما أشبه. ثم جاء الولد يخطبها. يقول الأب أبو البنت رضي وأم البنت رضية والبنت رضية والعائلة قالوا بس أهل طبيعة الخلق حسب الموازين الإسلامية والقواعد الشرعية نعمل كما هو حال أغلب المسلمين. في الحقيقة وما نذكره هو لأن أحوالات نادرة نذكر، وإلا أغلب المتدينين، أغلب المؤمنين، أغلب المصلين الصائمين بعضهم على قواعدهم الإسلامية، هذا لا شك فيه في هذا البلد وفي غير هذا البلد. يقول هذا صديقنا وقلت لعله موجود الآن هنا، لكن ما أذكر العائلة وكذا وشيء لأنه مو من الصحيح أن نذكر. يقول عجوزة في عائلتنا إلا عجوزا في الغابرين، وعلى قول ذلك الشاعر يقول أم الفليسي لعجوز شهرد تكفي من اللحم بعظم الرقدة. فرد عجوزة حفظها الله تعالى مر عليها الزمان الكبير وعمرها 89 سنة، قال أبداً كم هالزمان؟ احنا عائلة الظاهرة لعائلتهم الولد أقل من عدنا، لا أبد. أولاً يجب أن يعلم الإخوان أن النكاح متوقف شرعاً على البنت والأب والجد الأبي، يعني بنتي رضايتها وأنا كأبوها وأبويا أنا بس الثلاثة، بإجماع فقهاء الشيعة أن النكاح يصح برضاية البنت والأب والجد. نعم من الأدب الأخ الأم العم الخال كبار العائلة، هذا من الآداب مو من الواجبات الشرعية. أكو فرق بين آداب وبين واجبات. تصلي صلاة الصبح هذا واجب،
أما تصلي قبل الصبح ركعتين نافلة هذا أدب. تقرأ القرآن في شهر رمضان أدب، أدب شرعي. الواجب الشرعي هو عبارة عن البنت والأب والجد أبي إذا موجود، حتى الأم لا، الأخت لا، الأخ لا، العم لا، الخال لا، كبير العائلة لا، كأنه آداب، آداب جميل واضح. وأنا حقيقة كرر لكنت أعرف كثيرا إذا أشوف الواحد من العائلة مو راضي كنت بكل سرعة راضي، وما كنت أعقد حتى أقول رضائه وأقول لهم أنه مو أنه مو جائز شرعا، لكن أنتم تريدون بناء حياة جديدة وعائلتين يرتبط بعضهما ببعض، فمن الأفضل أن الأخ أيضا موجود، وحتى كنا نجامل ناخذ موافقة البنت وناخذ موافقة الأب في وجوب شرعي، ثم ناخذ موافقة الأخ والأم والعمة والخالة، هذول المربوطين وهذول أطراف البنت، خلينا كنا ناخذ موافقتهم. وكنت إذا أشوف الواحد مستعصي في العائلة أخلي عندي واسطة الواحد وأنا أتكلم وياه من هذا القبيل حتى أرضيه، هذا آداب شرعي بطبيعة الحال، أدب رفيق وأدب جميل. هذا الشخص الصديق قلت ولعله الآن موجود في مجلسنا، يقول فرد عجوز في عائلتنا أصرت على العدم. ليس هذا الشخص، نحن عائلة أربعة، أربع ماكو المسلم كفوا المسلم ابدا. العائله لما راوا هذا الاصرار منها قالوا تطلع هنا البنت، قالت لماذا؟ والولد يريدها والاب راضي والام راضيه والاخوان والاخوات راضون وراضيات، العجوز قالت لا، بطلوا عن النكاح، قالوا ما يخالف، بطلوا عن النكاح. وبعد مده توفيت العجوز لان عمرها كبير، والله يرحمها برحمته الواسعه ويرحم كل من توفيت. وكما ان التقاليد والعادات ايضا يقتضي، وهذا التقاليد والعادات ايضا غير صحيحه، انه سنه يعطلون الزواج، سنه لان فلان مات، الله يرحم فلان، مات الميت فليحيى الحي. لما توفيت فاطمة الزهراء زوجة الإمام أمير المؤمنين سيدة نساء العالمين، المؤرخون ذكروا أنه لم يمر على وفاتها 40 يوم إلا وعلي تزوج بأمامة، وهذا له قصة طويلة أيضا نذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. يقول توفيت العجوز الله يرحمها ومر عليها السنة، وحيث أن كل العائلة راضون تزوج هذا الولد وهذه البنت، وإنما قبل السنة ونص ما أشبه كان الفاصل. يقول لما تزوج رأيناها في المنام العجوز المتوفاة، قال جزاكم الله خيرا فإني منذ مت إلى اليوم كنت في العذاب، وكان يقال لي ألم تكوني مسلمة وسمعتي أن المسلم كفو المسلم، فلماذا منعتي من هذا الزواج؟ وبعد سنة وكسور لما زوجت هذه بهذا اليوم تخلصت من العذاب. أحكام الله موازين وقوانين، ونحن مسلمون، المسلم هو الذي يطيع الله ورسوله في كل ما يقول. المواطن الكويتي من؟ هو الذي يطيع قوانين الحكومة، هذا المواطن. أما إذا ما أطاع قانونا وقانونين وعشرة قوانين، هل هذا يسمى مواطنا صالحا؟ المسلم الصالح هو الذي الله قال له كذا قال نعم، قال له كذا قال نعم، قال له كذا قال نعم، هذا المسلم الصالح. الله في القرآن شوف الآية يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
النبي الرحمن يقول تنافحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. والرسول الأعظم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والثابت معي في حظيرة القدس الجنة. معنى الذي ليس من سنتي هذا مو في حظيرة القدس. ويأتي دور المشكلة الرابعة ومشكلة المهور. هذا مو بيع ولا شراء وإنما تكوين عائلة جديدة. وكلاهما يساعدان البنت في الداخل والشاب في الخارج ويكونان البنت كما آبائنا كانوا يتزوجون. اسألوا من آبائكم وآبائنا هل كانت المهور عقد أمام الزواج؟ أبدا. الرسول الأعظم يقول خير نساء أمتي أقلهن مهرا. لكن أنا قد يقول هذا الشيء. الآن أنت إذا رحت إلى لندن أو نيويورك أو بون أو ما أشبه وأردت أن تأخذ ابن فنان حقيقة يقولون أصلا موضوع المهر مو مطرح. اسألوا حتى إذا بنت رفيعة وحتى إذا ولد عادي وكلاهما يريد أحدهما الآخر مهر مو مطرح. هو الشيء الذي قرره الإسلام المهر مو مطرح أصلا. خير شو الحديث خير نساء أمتي أقلهن مهرا. الإمام الجواد لما أراد أن يتزوج بنت المأمون العباسي وهو خليفة كبير في شرق الأرض وغربها أمهرها. مأمون قال قدر المهر. قال أما إذا أنا أريد أن أمهر فهي مهر جدتي فاطمة. وكم مهر جدتك فاطمة؟ قال مهر جدتي فاطمة 500 درهم. كل درهمين في الاصطلاح ذاك اليوم يعادل مثقال فضة. مثقال فضة كل درهمين يعادل مثقال فضة. على نفس المثقالين فضة شكرا 62.5 دينار. لأن هذا الشيء من الثوب جديد لفرد تزوير لفرد صبغ للبيع. لا والله. وإن شاء الله يجب أن نتكلم حول المهر إن شاء الله في مناسبة قادمة ومناسبة تالية. في الحقيقة هذه أشياء إسلامية إنسانية حتى الدنيا عرفها. لأن من فضائل الإسلام أنه كل ما تتصاعد الدنيا يصل إلى حقائق الإسلام. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تناكحوا تناسلوا تكفوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصدق. والإمام الصادق يقول ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها عزب. فرد واحد ما عنده زوج، فرد فتاة ما عندها زوج، هذا 70 صلاة تصلي ويصلي وأنت المتزوج تصلي هي أو تصلي أنت ركعتين، ركعتين أفضل عند الله من الزوج. هذه مشاكل وضعت أمام الزواج في 50 سنة في كثير من البلاد الإسلامية، وما أقول في الكل وما أقول في كل العوائل وما أقول في كل الناس، لا أكو هذا الشيء أيضا مما جرفتنا من الغرب والشرق في قوانين أو عادات أو تقاليد أو صعوبات. الإسلام يسر يا إخوان. ولو أننا أقلنا هذه الليلة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل الإسلام يسر. أما مشكلة في الزواج ومشكلة في الرواح ومشكلة في المجيء ومشكلة في البناء ومشكلة في الأكل ومشكلة في اللباس هذه تصرنا عدة مشاكل. ولذا يجب علينا في الحقيقة أن نعتبر بالأمم السابقة وبقصة اللوط التي نقلناها وقلنا أنهم لماذا انحرفوا ولماذا تحطموا ولماذا أذبوا ولماذا صاروا عبرة. لأنهم وضعوا في طريق الزواج مشاكل كما قلنا، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وبعث الله إليهم لوط فلم ينتصحوا ولم يقبلوا كلامه. فالله تعالى يحكي كلامه وقصته في هاتين الآيتين القصيرتين
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه يعني احنا نجينا لوط هذول عذبناه وأدخلناه برحمتنا إنه من الصالحين ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.